كيف سوق يا ابو علي؟ والله سوق قتله. مرحبا مليون على طول جيب له لوم. هذا البصل ما هو هذا البصل بعد ما هي جاب لنا؟ هو ذا اللي خافينه امس من المزرعه. حاضر يا ابوي. ثلاثة عيد وحدك اسمح لي. طيب حبيبي مو يصيحك معك ها؟ مو يصيحك الحلال انا سمعت علي قاعد قال ما تموت وانت يا ابو انا في صيحه كيف كيف والله ذكرت انه باقي الدوام لا والله نعم ما دمت ذاك اي والله لكن اقول لك تلبسك النظارات رايك عشان انا من كنت ابغى اشوف خلنا نسلمه اوه يا يا هم قرب النذيله على طبخ السنان ذيله عم كسمه زين هذيله صور ابوي زين صور زين هو صور هذا ابوي كبر له من الشقة عيد انا طالع منك قليل العلاقات ايش سويت وحط من البصل ما حصل ومن القلبة اخرط لك ربطه يا ابوي ملح بهارات مشكله ودراهم على البصل خلط يا مخلط وعليك وعليك ده هاي شغلتك خلط يا مخلط سلم وجهي ما احس بكذا شغله بشارك صوب الازبه واكر لك حوار وخذ لك السلام منه يا سلام ملح بهارات مشكله وزعفران وخلط يا مخلط وعلى السلام على السلام دراهم وفي قدر دكة عندك هذه ساعة بعد مرور ساعة تبخر من ذا الكمبونة كيف سوق يا أبو علي؟ والله سوق قتلة بالله من نشف الماء على البصل ليش؟ عشان نسوي العيش عشان نسوي العيش يا ابو علي البصل الباقي هذا ترى ما بنفره ايضا تفضلوا المتابعين انه بنفره لا هذا بنسوي ان شاء الله فيه شربه يوم واحده هذه الشربه اعطاك تذوق كانك تشرب منجل يا سلام صبر يا ابو علي يا احد من روس كثير اليوم ما عزلناه من؟ ورلف كفو ذا الوزير دائما يسجل حضور لازم شغلتنا مثل ما اللي شغلناه من البصل بنحط عليه العيش مغسول ومخلول في ماء اكثر من 40 دقيقه وبعد ما ينشف الماء ويطلع العيش عن مستوى الماء في قدر دكه ندك عليها 4 دقائق بسم الله واقلب القلب العدل يا نعم ليس مع رب بالخلاقين زغوزه ها ايه هيك انا اقلب القلب العدل بسم الله زي ما شرد من الوزير ذاك نشوف هوا كيف نتريح تكون ما هو ذيك سبق سباجيتي لكن خلك من الكمبود والموارد الهند ما شاء الله ما شاء الله عليك لأنه ذا السنام يا أبو علي ما يسأل الفرن لك خبرك سلندر اللحام فيها غاز فيها نعم ومتروسة شغل واللحام قفيت سلندر غير ابو خالد زين وتزين ومثل هباهيل تبخر نسيبك يا ابو علي وبسم الله يا ابو سعد سم بالله بسم الله بارك من السلام وتوكل على الله شفت وين راحت؟ بسم الله